بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم كل الناس المشتركين معايا في القناة، وأهلا بكل الناس اللي أول مرة يشوفونا. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد أعمال هاند ميد. العلبة دي اشتريتها كعلبة خشب. الأفكار اللي جت في دماغي كانت كتيرة، عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة أعرف رأيكم فيها، أستنى أراءكم في التعليقات. ودلوقتي خطوة خطوة هقول لكم بالظبط إيه اللي أنا عملته عليها. الشغل كله شغل عجينة سيراميك، محتاجة عجينة سيراميك وغيره وألوان اكريليك والفرشة اللي هنعمل بيها، وهنحمي بالورنيش المائي. تعالوا معايا نتفرج على الفيديو خطوة خطوة. أول حاجة ده شكل العلبة لما جبتها من الورشة، علبة خشب بالحجم ده. الحجم ده طبعا حجم صغير، انا اول مرة اجيبه او اشتغل فيه. اول خطوة بقى بنعملها، اول خطوة بنعملها انتوا شايفين الابيض طبعا اللي على العلبة. انا بدور على المداخل بتاعة المسامير اللي زي كده، وببدأ احط عليها معجون الحوائط وافرده. يعني بصوا انا دي رغم ان انا عملتها اهو، اكتشفت وانا بصور ان لسه اللي فوق ده ما اتعملش. ادي علبة تانية اهي، شفت كل المداخل بتاعت المسامير او اي عيوب في الخشب او اي مكان مفتوح شوية مش مقفول كويس، وابتديت ان انا احط المعجون. الخطوة التانية هبدأ اصنفر، هشيل كل الزيادات ومش هتبقى معجون الا مكان الثقوب بس. يبقى دي اول خطوة. رقم اتنين، انا مش هشتغل ديكوباج، يعني مش هحط مناديل ورق ولا صور مطبوعة، فبالتالي انا مش محتاجة النهاردة اللي بنشوفه في كل الفيديوهات ان انا اساس بالجيسو او اساس بالبلاستيك الابيض. لا، انا هشتغل النهاردة كله شغل عجينة سيراميك. ببدأ احط العلبة قدامي. هقول شوية معلومات مهمة النهاردة بالنسبة للناس اللي بتشتغل في عجينة سيراميك واللي بتتابعني في قائمة تشغيل عجينة سيراميك. هقول شوية معلومات مهمة جدا برضو هتبقى ان شاء الله مفيدة لكم. الاول انا حطيتها وابتديت احط لنفسي كده التصور، يعني انا لازم احط اشكال بارزه كده فوق، وبعدين فكرت ان انا استغل الجزء بتاع الغطا ده من الجوانب واشوف شكله طولي. انا بفكر في اشكال بارزه هنا واشوف شكل العجينه السيراميك يكون في القوالب شكله طولي. بعد كده اتفضل ليا الجزء الاخير من العلبه، فابتديت افكر برضو في الجوانب دي، هل اعملها بالستنسل معجون ولا اخلي الشغل بتاعي كله عجينه سيراميك، فخليتها كلها عجينه سيراميك. اوكي، حجمها صغير، هيحتاج مني وخصوصا في الجوانب دي رسوماتها تبقى صغيره، ودي جايه لها دلوقتي. الاول لما ابتديت افكر في الجزء الفوقاني هنا، فكرت اني انا استخدم الاشكال الطوليه والزخارف، فجبت واحد من القوالب بتاعه الزخارف واخترت شكل منهم اللي هو ده، وابتديت احط فيه عجينه سيراميك واشيله، وعملت بيه تلات اشكال. هي السداسي، الشكل ده سداسي يعني ست اضلاع، فعملت الشكل ده هنا وهنا وهنا تلاتة. ما نفعش اعمله ستة لانه هيبقى طويل شوية فهيتكوم على بعضه، فعملت منه تلاتة وست ما بينه فراغات. الفراغات اللي سبتها بين التلات اشكال بتوع الشكل زخرفي فكرت اعمل بيها ايه، فقلت اجيب القالب بتاعي ده، عملت بيه شكل كتير قوي، دي بتديني شكل جميل جدا، بتطلع كور صغننه كده جنب بعضها، فرحت عامله جزء بيها، وابتديت اخد ثلاث وحدات ثلاث وحدات ثلاث وحدات اعملهم ما بين الشكل الزخرفي. فانا كده عملت بالظبط فريم كده للعلبه بعجينه السيراميك. طبعا عجينه السيراميك اي شكل انت بتعمليه بتلزقيه على الخشب مباشره بالغيره الابيض، الغيره اللي هو بتاع غير الخشب. حطيتهم المجموعة دي كلها، يبقى تلات أضلاع منهم الشكل الزخرفي وتلات أضلاع الشكل المدور. بعد كده فكرت في الجزء اللي في النص. طب أنا مش هسيب اللي في النص ده كده، أنا عايزة أدور له على حاجة جديدة، فكرة جديدة تدي أشكال بارزة. ففكرت في القالب الورد ده، مشتغلتش بيه خالص. أنا كل شغلي بعجينة السيراميك عندنا على القناة هتلاقوني بحب أعمل الورد بإيدي. ليه؟ لان انا ما بحبش الورد يبقى كله اسطمبه واحده، اسطمبه واحده شكل واحد، احب الورد يبقى فيه يعني نوع من الاختلاف شويه. المهم رجعت للقالب الصغير. انا في قوالب صغننه كده كنت شاريها كتير ما استعملتهاش، يعني استصغرتها شويه، وابتديت اعمل التلات اشكال، وكمان عملت الصغنونه دي. وكل ورده اعملها احط فيها نقطه غيره وابدا الزقها. فهتركزوا كده في العلبه هتلاقوا كل السطح بتاعها ده
يمكن من بعيد ما تبانش هو ايه، هو باين من بعيد انها حاجة كده بارزة لكن مش باين الشكل. لكن كل دي اشكال الورد اللي موجودة في القالب ده بمقاساتها المختلفة، حطيتها كلها هنا ولزقتها برضو زي ما قلنا بالغيرة. نيجي بقى للجوانب، كده خلصت فوق، نيجي للجوانب. معرفش لا انا عملته كويس او لا، هي مسألة اذواق. لكن كان المفروض مثلا انا هختار شكل امشي بيه على حرف العلبة، كنت مثلا خدت الشكل اللي هو الدوائر ده، كان هيبقى يعني ماشيين مع بعض. بس انا لقيت ان الدوائر رفيعة والجنب بتاع غطا العلبة هيبقى ايه، عريض شوية. يعني بصوا العرض اللي انا حاطه عليه الضفيرة عريض شوية، فانا لو حطيت عليه الدوائر هتبقى رفيعة واخدة نصه. انا حبيت ادور على شكل ياخد السمك بحاله، يبقى جنب الغطا كله كده. فرجعت للقالب بتاعي العريض ده تاني وخدت الشكل ده اللي هو في الاخر لما بطلعه بيديني شكل الضفيرة، وعجبتني الضفيرة دي جدا فحطيتها على الجوانب بتاع غطا العلبة. اوكي، برضو لزقناها بالغيرة. نيجي بقى للجزء التحتاني من العلبة، وده كنت محتاجاله شكل زخرفي كده جميل ويكون صغير ورفيع. ودي المعلومة اللي أنا عايزة أقولها لكم النهاردة برضو للناس اللي بتشتغل عجين سيراميك، أو لسه يعني بنتعلم مع بعض وبنعلم بعض عجين سيراميك. أول ما حبيت أجيب قوالب، اخترت طبعا من على صفحات أشكال كتيرة. الأشكال بتختلف في الحجم وفي العمق، يعني مساحة القالب، سوري، المساحة بتاعت القالب طوله في عرضه والعمق بتاعه بيختلفوا عن بعض، وبيختلفوا كذلك في الأسعار وكده، وفي المستورد وفي المصري. لكن اللي حصل ان انا الملحوظه بس اللي عايزه اقولها لكم، لو حد فينا هيشتري قوالب من على اي صفحه او على اي جروب، الحاجه اللي ياخد باله منها، انا ما خدتش بالي منها في اول مره اشتريت، ان اصحاب الجروب والصفحات دايما بيبقى حاطط لك القالب وجنبيه مسطره، دايما القالب محطوط وجنبيه مسطره. ولو مش في الصوره القالب محطوط وجنبيه مسطره، بيبقوا على الاقل هم مخططين وكاتبين على الصورة، عاملين خطوط وعليها الأرقام، يعني ده طوله كام، عرضه كام، مثلا الشكل الواحد اللي جوه ده عرضه قد ايه وطوله قد ايه. بيبقوا حاطين المسطرة جنب القالب من بره كده، وكل شكل من جوه بيقول لك مثلا ده طوله كذا او ده طوله كذا، عشان يبقى عارفين. أول مرة خالص لما ابتديت أشتري القوالب بصيت للقالب، أنا كنت عايزة زخارف، لكن لسه بقى جديدة بتعلم، فعشان كده بنقل التجارب لغيري. فروحت على طول القوالب اللي عجبتني، شيرت لها الصور بتاعتهم وجابتهم. فمن ضمن الحاجات اللي انا اتفاجئت بيها وعرفت غلطتي، القالبين دول طلعوا صغيرين جدا جدا واتركنوا وما عملتش بيهم حاجه. وطبعا اتعلمت من الدرس ان انا لما اجيب، ما صاحبه الصفحه حاطه المقاسات، انا اللي بصيت للشكل ومش بصيت للمقاسات، فاتركن القالبين. سبب من الاسباب ان الرسومات صغيره جدا. السبب التاني هي مش بس صغيرة، هي العمق بتاعها كمان صغير. طب ايه المشكلة اللي قابلتني وخلتني اركنهم، وازاي النهاردة قدرت افتكر القوالب الصغيرة دي وطلعتهم وعملت بيهم الزخارف اللي على الجنب دي؟ كان الحاجة اللي بتضايقني فيهم ان انا مثلا علشان اعمل شكل زي ما انا متعودة، هوريكم كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القالب كل ما بيبقى كبير ما شاء الله بيبقى كويس، لكن الصغير ده بيضايقني. اولا انا من الحاجات اللي حبيتها قوي في شغل عجينه السيراميك، قلب البلاطه السيراميك ده طلع تحفه في الشغل. ما عدتش بقى اجيب مشمع ولا اجيب بتاع، ولا قالب السيراميك ده خطير، يبقى نضيف كده وحلو قبل ما الواحد يشتغل اهو، ونبدا نفرد ونقطع عليه. القوالب لما تيجي تشتغل عليها، الصغير اللي بالحجم ده، بصوا ده كله على بعضه ما يجيش 5 سم في 3 2 سم مثلا، وده مليان اشكال وبرضه حجمه صغير. فكنت كل ما اجيب حتة عجينة كده مثلا واجي ايه، احطها على الشكل واحاول اظبطها، احاول يعني على قد ما اقدر، استنى اصغرها شوية. وده اللي خلاني كنت متضايقة منه، اهي حتة عجينة ورقيقة خالص واحاول ادخلها في الشكل، بصوا بصوا بيطلع مع ايدي، يعني بصوا المنظر. كان ده اللي بيضايقني، الشكل مطبوع لكن ما كنتش عارفة ارسي العجينة واخليها تستقر جوه زي بقية القوالب كده ما بعملها. ومهما ضغط
هو العمق مش كبير، عمقه مش كبير خالص، عمقه صغير سطحي كده. فعايزه القط التفاصيل وعايزه اطلعه حلو، فكان ما بيطلعش معايا. ولما اجي اشيله بص هو طالع لفوق كده لوحده، يعني مش عارفه اثبته. امبارح طبعا قعدت بقى وانا بشتغل على العلبه دي، قعدت بقى افكر لا ده انا هيناسبني جدا المساحه اللي ما كانتش عجباني دي. فلا شوفي الصرافي وشوفي هتطلعي الاشكال دي ازاي، لان فعلا العلبه صغيره ومحتاجه اشكال اهو بالظبط، سبحان الله نفس العرض. فالعلبه حجمها صغير، فجيت قلت ايه طيب احنا نعمل حاجه بقى بسيطه. لو هشتغل في قالب زي ده رفنع وصغننه بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا خدت فتفوته، فتفوته من عجينه السيراميك، والفتفوته دي هعملها خيط. يعني بصوا مش خيط كده، خيط كده رفنع كده اهو بالشكل ده. ولقيت دي الطريقه، يعني ما تمسكيش حته عجينه وتحطيها على طول وتضغطي، مش هتنفع. لكن لقيت نفسي محتاجه اعمل زي خيط رفيع كده، وبعدين ابدا امشيه بايدي اهو كده واضغط عليه جوه الشكل، اشوف بقى تفاصيل الشكل ايه. وبالخيط ده والحتت اللي مليانه شويه ازود الخيط بتاعي واطلع وانزل كده معاه اهو بالشكل ده. معرفش الكاميرا، انا هقربه من الكاميرا دلوقتي، وحتى هاخد الحته الزياده دي. وقعدت بالخيط الرفيع بتاعي امشيه جوه التفاصيل، واتاكد من بره ان انا ما عنديش زيادات، يعني مدخله كله كده ايه جوه، ولو في اي زياده بضمها بايدي. اهو يا دوبك خيط رفيع، بصوا كان الرفع بتاعه عامل ازاي، خيط رفيع، وابتديت اضغط عليه بالشكل ده. والعجينة بتاعتي طبعا لازم تكون مظبوطة تمام ومقاديرها تمام. وبعد كده بس انا قلت انا جبته يعني، فلازم ده جه وقت ان انا اشتغل بيه. ادي الشكل بتاعي، ممكن من كتر ما الشكل صغير ورفيع يعني يتقطم منك، يعني يتفصل عن بعضه تلزقيه تاني او تدخليه تاني في الشكل. او انتي مثلا هفترض في شكل منهم وانا اللي هو جوه العلبة ده، اللي جوه العلبة ده وانا بشيله من كتر ما هو رفيع اتقسموا حتتين من بعض، رحت حاطه بالغيره ولزقت واحده ولزقت بقيتها جنبها ولزقتهم كده قربتهم من بعض، خلاص الغيره ثبتها، يعني مش شغلانه لو اتفصلت. ونبدا بقى، هو القالب ما شاء الله طري جدا اهو، بنبدا بقى ايه اخده كده سنه سنه. بسم الله بسم الله. اهو بصوا قد ايه، يا اما اطلعه هنا واسيبه شويه بس يجمد حبه، يجمد مش ينشف، يجمد بس، وابدا احطه على الشكل بتاعي، او بشويش خالص خالص هشيله. بسم الله النبي يا ابني ما تتقطع. اهو اهو طلع سليم اهو، وعلى الاسفنجه، واسيبه بس شويه صغننه كده ايه يجمد بس شويه في الهواء، وبعد كده هاخده بشويش ابدا احطه بالغيره. ده انا كمان يعني كنت دايما ايه، انا ركنتها كنت دايما ابص لها على انها شكل واحد ومش عارفه اشتغل فيه. لما دققت فيها وفي التفاصيل لقيتها مجموعه من الاشكال. يعني اللي انا عملته ده، انا خدت الحته دي اللي انا عملته على جوانب العلبه، خدت الجزء الفوقاني ده لوحده، ده ممكن في رسمه تانيه اخد الجزء التحتاني ده، وده فعلا انا عملته هنا على ده اهو امبارح بجربه كده. يعني ممكن اخد الجزء ده لوحده شكل، الجزء ده لوحده اخده شكل، في جنبين او زاويتين جنب بعض. شوفوا انا بتكلم في مساحات سنتي، يعني دي سنتي سنتي ونص، ممكن اخد الجزئيه الصغننه خالص اللي جوه، ممكن اخد الجنبين دول ويتحطوا جوانب على بعض. يعني طلع انا بصلع لانها شكل واحد، لا ده هي مجموعة من الزخارف الصغيرة، كل شكل لا يتعدى 2-3 سنتي، يعني اللي بكتيره ده 3 سنتي مثلا. لكن اللي انا حبيت بس اقوله لكم النهاردة، والقلب الصغنون ده نفس الشيء،
لو هتشتغلي على القوالب الصغيرة أوي دي، يعني هي ليها منفعتها، انك هتعملي العجينة خيط رفيع، وزي ما قلنا مشي الخيط ده جوه 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 وضغطي وطلعيها، لكن اجيبها حتة على بعضها والزق واعمل عمرها والله ما هتطلع، وفعلا هتتعقدي وترمي القالبين. فانا فعلا امبارح اكتشفت الاهمية بتاعتهم لما جيت اعمل شكل يعتبر صغنن، حجم صغير يعني. دي الملحوظة بالنسبة لشغل القالب الصغيرة. والملحوظة التانية اللي حبيت اقولها لكم الفيديو النهاردة، دايما وانت تشتري قوالب بصي على الناس كاتبين على الصورة المقاسات عشان ما تتفاجئيش. على فكرة انا لقيت ناس غيري كده برضو، يعني لقيت ناس غيري برضو اشتروا حاجات ايه ده طالع صغيرة. يا جماعة احنا الغلطة عندنا، ما بصيناش على المقاسات او المسطرة اللي صاحبة البوست بتبقى حطاها على الصورة كده. هرجع تاني للبوكس بتاعي، انا خلصت خلاص واخترت الشكل الرفيع ده اللي قلت لكم عليه، سبته يجمد بس شوية وابتديت ان انا احطه على الجوانب، اداني شكل جميل. بس هنا عشان القفل فما كانش نافع، فرحت شايله الراس الفوقانيه دي بالقطر كده، شلتها الحته الفوقانيه دي اللي هي تضايق القفل وكملت. ونفس الشيء برضو الشكل بتاع الضفيره، شكل القفل، القفل بيتفتح جانبي كده، فبعد ما عملت الضفيره لقيت القفل ممكن يبوظها لي، فشلت بالقطر جزء من الضفيره بحيث ان انا افضي بس مساحه للايه للقفل. بعد كده انا خلاص ده خشب، وزي ما قلنا الخطوه الاولى احنا الخشب عالجناه بالمعجون لو في عيوب. الخطوه الثانيه اخترت الاشكال اللي انا عايزاها بعجينه السيراميك ولزقتها بايه بالغيره الابيض. كل اشكالي اتثبتت خلاص. برضه هقول لكم خلي بالكم، انا عملت معاكم علب مناديل كتير قبل كده، لما بحط الاشكال الطوليه بالغيره لو زودت الغيره شويه وسبتيها بقى تنشف، ممكن تيجي بعد فتره تبص تلاقي الشكل سقط شويه. فعشان كده يعني مثلا حطاه بارتفاع معين تلاقيه نزل شويه. عشان كده بقول لما نعمل اشكال طوليه يا ريت كل شويه عدي غيري وضع العلبه، يعني مثلا شويه احطها كده وشويه احطها كده، واتاكد كل شويه وهي لسه طريه كده بايدي ان الاشكال ثابته، اللي هي الجانبيه لما تكون تقيله، يعني ده تقيل انما ده صغير، يعني ده مجرد ما لزقتيه خلاص ثبت في مكانه. دول اللي تقال هتحطيهم على جوانب علبه مناديل، جوانب بوكس، جوانب اي حاجه، يبقى بس لاحظي زي ما قلت لكم عشان ما ينزلش، يبقى جزء عالي وجزء نازل لتحت، لا غيري وضع العلبه كل شويه وتاكدي من الثبات. خلصت عجينه السيراميك كلها وبقى قدامي خشب وعليه عجينه سيراميك، ابدا اختار اللون بتاعي. دي الخطوه اللي بعديها. اللون ده سبحان الله انا عملته مره زمان على حاجه وما عرفتش اطلعه تاني، مش بنفسجي بالظبط، هو بدنجاني، يعني يمكن نفس لون البلوفر اللي انا لابساه كده، يعني حاجه لون البدنجان كده. اللون ده تحفه بموت فيه وبحبه جدا، فمره عملته وبقيت مش عارفه اجيبه. ومره لو انت فوشيا برضو هنا ومش عارفه اجيب الفوشيا، ارجع لكم تاني، رجعت لكم مره تانيه بعد الدوشه ما خلصت. اللون البدنجاني ده طلع معايا نبيتي واسود، يعني حطيت نبيتي وسنه صغيره عليه اسود على اساس بس اعمل نبيتي غامق، فراح طالع معايا الدرجه دي، فبصراحه عجبتني جدا. خلصت اللون اللي انا عايزاه ودهنت بيه بره وجوه، وعملت واحده زياده قلت تبقى جوه في الغطا يعني تدي شكل جميل كده. بعد ما ناشف الاكليريك تماما بتبتدي بقى تحطي التاتش بتاعك، هتحطي تاتش نحاسي فضي ذهبي، فانا شفت ان اللون ده هيبقى جميل معاه الفضي. بس التاتش الاخراني يا جماعه بتاع الدهانات اللي بتلمع اللي هي بتاعه الديكور دي ما يتحطش الا لو اللون الاساسي جف تماما عشان ما نبوظش الدنيا. يعني لو ده لسه سنه سنه هتبصي تلاقي الفرشه او الاسفنج اللي انت بتعملي بيها جابت ده على ده، فيبقى احنا نستنى لما تجف تماما جوه وبره. وبعد كده انا مشيت عليها باسفنجه كده خفيفه، ابتديت اخد تاتش ذهبي سوري فضي، والتاتش الفضي اللي على السفنجه كمان بفضيه في حاجه تانية، يعني عشان الاسفنجه ما تشيلش كتير فيتكتل قدامي، لا انا مسحت الاسفنجه كده وابتديت امشي بالتاتش ده. ادي الخطوه دي. الخطوه اللي بعديها الحمايه، مشيت على العلبه مرتين بالورنيش المائي. الورنيش المائي زي ما احنا متفقين في كل فيديوهاتنا حطي طبقتين ثلاثة، لكن استني كل طبقة لما تجف تماما وبعدين حطي الطبقة الجديدة. ده فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. العلبة حجمها الصغير ده جميل في استخدامات كتيرة،
ممكن تلم لنا مثلا حاجات ذات قيمة، يعني مثلا خواتم ذهب او فضة، واحنا في البيت بنقعد نقلعه في كل حتة، داخلة تتوضى، داخلة تغسل ايديكي، داخلة تغسلي اي، فتلاقي نفسك عمالة تقلعيهم في اي مكان. لا انا جمع حاجتي هنا، او ممكن جدا تنفع للدبابيس الاشاربات، بدل برضو ما بتوه تتنطور في البيت. ممكن تنفع للساعات، كل واحد قالع ساعته في حتة، لا انا لمهم وحطهم هنا. يعني المهم هي تنفع لافكار كتيرة، العلبة بحجمها ده تنفع لافكار كتيرة. ممكن الناس اللي بتعمل اعادة تدوير كويس، انا لقيت الحجم ده خشب، لكن ممكن يتعمل كرتون، لو عملتيها كرتون كمان بايدك واشتغلتي عليها نفس الشغلة تبقى جميلة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تحرمونيش من اللايكات، وبستنى دايما اللايكات بتاعت الناس اللي بحبهم في الله، اللي دايما يكتبوا لي تعليقات مشجعة، وربنا يا رب يكفيني شر الناس بتوع الديسلايك، لانهم دول موجودين عند اي حد، فربنا يا رب يكفينا شرهم ويبعدهم عننا. الديسلايك الافضل منه طبعا ان انا اقول رايي حتى لو رايي مش حلو، لكن انت كنت المفروض عملتي كذا، او الحاجه الفنيه وحشه، نتناقش احسن من الديسلايك. لكن جزاكم الله خيرا على مشاهده الفيديو، اتمنى اشوف ارائكم. لو لسه اول مره بتشوفي الفيديو او بتتابعي القناه، القناه عليها كتير من قوائم التشغيل، هتلاقي شغل الديكوباج وعجينه السيراميك والرسم وإعادة التدوير والمندالة ورسمها وغيره وغيره من القوائم. اشوفكم بخير ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.